مرحبا بكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه الاولى في شهر رمضان الكريم. ان شاء الله مبارك علينا وعلى جميع الامه العربيه والاسلاميه. تونس الاقتصاديه كل نهار خميس من ماضي ثلاثه للاربع بالطبيعه نعود على اهم الاحداث الاقتصاديه في اسبوع، وايضا نسلط الضوء على موضوع في جزءنا الثاني من خلال الحوار والنقاش مع ضيوفنا اللي يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو. في جزءنا الثاني اليوم باش نحكيو على المقدره الشرائيه والاسعار في شهر رمضان بين بالطبيعه الارشاد وبين المراقبه الاقتصاديه. هل المواطن اليوم لاقي كل السلع ومستوى الاسعار ايضا هل هو في المتناول؟ بعد شويه باش يكون حاضر معنا السيد زهير بوزيان مدير المنافسه والابحاث الاقتصاديه بوزاره التجاره، باش يكون ايضا حاضر معنا السيد لطفي الرياحي رئيس منظمه ارشاد المستهلك، وطبعا باش يكون حاضر معنا خبير الاقتصادي وخبير البرنامج اللي حاضر معنا من اول البرنامج نرحبوا به سي مراد الحطام. اهلا وسهلا بك سي مراد، مرحبا وشكرا على قبول الدعوه. مرحبا بك. الجزء الاول كالعاده بالطبيعه الفقرات القاره نتاعنا خبر وتعليق وايضا ستارت اب. اليوم باش نحكيو على مره اخرى على بيترو افريكا اللي هو معرض مهم جدا، وعلى لوجيستيكا باش تكون حاضر معنا السيده بسمه حميدي هي منظمه المعرض. اهلا وسهلا بك مدام بسمه وشكرا على قبول الدعوه، مرحبا بك. خلينا منا مباشره نبداو مع خبر وتعليق اليوم. إذا سي مراد خبر وتعليق اليوم باش نحكيو على مشروع قانون يبدو أنه قانون مهم جدا بالطبيعة شيئا فشيئا طبعا نفهمه فحواه، هو مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي. حسب ما فهمت أنه يهدف بالأساس إلى تعزيز الإدماج المالي لكثير من الفئات والشرائح والشركات. شنو هو مشروع القانون هذا؟ ما مدى أهميته الاقتصادية والمالية؟ المشروع هذا هو تصب في لجنة المالية والميزانية نهار 8 مارس، وقعت إحالته بعد أسبوعين تقريبا متداول ونظر في مجلس وزاري. طرحته الحكومة. طرحته الحكومة ببادرة من السيد رئيس الدولة. أيوه. السيد رئيس الدولة أثر وأكد في لقاء جمعه بالسيد رئيس الحكومة أحمد الحشاني أن يكون القانون هو قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي وليس قانون الاندماج المالي كما كان مبرمجا أن يسمى من قبل في مبادرات أخرى مغايرة. على كل حال القانون هذا يهم ثلثين التوانسة، لأن الثلثين متاع التوانسة ما عندهمش حسابات بنكية. معناها عندنا تقريبا 1,600,000 تونسي المفروض يكون عندهم حسابات في البنوك التونسية، ما عندهمش لعدة أسباب. القانون هذا فيه 28 فصل، فيه 7 أبواب وفيه 4 محاور. شنو جديد في القانون؟ جديد في القانون أنه يمكن أنه يكرس مبدأ عام اللي هو الحق الكوني في الحساب، أنه كل إنسان لو دروا يونيفرسال أو كونت، كل إنسان عنده الحق في حساب ساعة مبدئيا، ما ينجم حتى حد اليوم يمنع تونسي أنه ما يكونش عنده حساب بنكي. هذه الحاجة الأولانية، أنه كل إنسان مهما كان دخله أو أجره أو وضعيته المهنية يكون عنده منتجات مالية خاصة به تتماشى مع احتياجاته ومع السياقات هذيك. هذا المحور الأولاني والأساسي في القانون، أنه الشيء هذا يضمن إطار رقابي على مستوى البنك المركزي من جهة، وعلى مستوى هيئة أخرى لمراقبة التداول النقدي من جهة أخرى، وقطاع التمويل الصغير وقطاع التأمين. والنقطة الثالثة أنه القانون هذا يكرس مبدأ التثقيف المالي، ويكرس مبدأ ترشيد التداول نقدا، مش نقسم الاسباس، عن طريق خلق هياكل ومؤسسات اللي هي تسمح للعباد حتى ولو ما عندوش كونت. معناها مرأة كبيرة مثلا في ريف من الأرياف ما عندهاش حساب، ولكن في عوض تقعد تدور بفلوسها تنجم تخلص بوسائل دفع جديدة كما موجود في العديد من دول العالم. وثم هيئة جديدة باش تتخلق في تونس، أنها هيئة تعديلية تنظم الخلاص بالنقد حتى ولو ما يكونش عنده كونت، ولكن الأساس أنه يكون عنده كونت. واضح. وقطاع التأمين هنا باش يدخل في الموضوع هذا عن طريق التأمين الصغير. إيش معناتها؟ ثم برشا ناس اليوم يحبوا يحلوا حسابات وعنده مشروع صغير. تعرف اللي في تونس عندنا 600,000 باتيندا تقريبا، يعني عندنا 600,000 شخص يخدموا في خدم صغار بالكل، معناها 600,000 باتين ده معناها، وعندنا تقريبا 1,000,000 تونسي يخدموا في النوار، معناتها يخدموا خارج السياقات المهيكله، معناها وهذه مساله قديمه ترجع للسبعينات نتاع القرن الماضي. هذوما الناس هذوما اليوم الكل باش يدخلوا تدريجيا في اطار برنامج رئاسي كامل ومتكامل
يكرس مبدا انه القطاع الموازي ما نجابهوش ما نكافحوش ما نقمعوش، بالعكس نهيكلوه وننظموه وندمجوه بشكل تدريجي. قطاع التامين وقت اللي انسان يطلب قرض وما ثماش امكانيه انه يتامن هو كشخص باعتبار انه مدخوله صغير، معناها فم مؤسسات تامين ما تنجمش تامن فيه، ما تدخلش ما يامنكش، لا فما اطار ترتيبي وفما معناتها منتجات خاصه ماليه معناها تنجم تامن وتنجم تدخل. كيف كيف بالنسبه اليوم للمشروع المهم جدا بالنسبه للتوانسه في التشغيل، الشركات الاهليه اللي لقات صد ولقات صعوبه على مستوى فتح حسابات وعلى مستوى معناها التمويلات، اليوم كيف كيف باش تتمتع بامتيازات خاصه كيفها كما اي شركه معناها في الميدان المالي وفي الميدان البنكي، انه باش تتمتع بتمويل، انه تتمتع بوسائل خاصه في الادخار، معناتها عندها طريقه خاصه تدخر بها الفلوس، معناتها حتى ولو يكون مبالغ بسيطه الادخار ينجم يكون مش بالضروره في دفتر ادخار، ينجم يكون حتى في التليفون والا في وسائل في منصات خاصه. اليوم كيف كيف التداول النقدي في تونس باش نحاولوا نقصوا منه اقصى ما يمكن، اول حاجه لمكافحه مشاكل المتعلقه بتبييض الاموال من جهه، ولادماج الناس اللي عندها برشا اسباس من جهه اخرى، والاساسي من خلاف ذلك انه كل انسان عنده الحق في تمويل وعنده الحق في قرض. خليني فوالا هذه هي النقطه اللي باش نركز عليها. هاي. هل فعلا هذا القانون او مشروع هذا القانون باش يمكن المؤسسات الصغرى اللي لقي مشكل في التمويل بالضبط باش يمكنها من مصادر تمويل؟ شكرا استاذي. المؤسسات الصغرى ومتناهيه الصغر لي تري بتيت زونتربريز هما المشكله الكل غادي. المشكله انهم فما فكره يقول لك انه اون بريت كوريش، معناها نعطيه الفلوس كان اللي عنده فلوس. لا، المره هذه لا، باش تتقلب الآية، لانه الفلوس ولا باش تتعطى للشركات الصغرى لكن باش تعطى في قدر الحاجه نتاعها وبضمانات معناها خاصه بها زاده. ما نجموش نطلبوا ضمانات من شركه متناهيه الصغر ولا شركه ناشئه معناها والا شركه اهليه والا شركه عندها خصوصيه جهويه ولا محليه، نطلبوا منها الضمانات اللي نطلبوها على مجمع شركات يوزن عشرات المليارات. ولكن ما عاد ثم حتى شركه صغرى او متوسطه تمنع من التمويل في تونس. واضح، شكرا لك مراد الحطاب، في انتظار انه يتم التداول فيه المشروع القانون في اطار لجنه الماليه. اي ثم يعرض على جلسه عامه. هو الاكيد انه القانون هذايا يعني لجنه الماليه ما ابدات حتى تحفظ عليه، بالعكس رحبت به، وهذه تحيه نسوقوها للساده النواب اللي هما بيدهم شاعرين بحجم الاقصاء، لانه الاقصاء يهم كما قلنا ثلثين التوانسه. وكيف كيف بحول الله من هنا في الاقصى تقديره لي تيكست دابليكاسيون معناتها النصوص التنفيذيه وكل باش يكونوا حاضرين قبل حتى اخر مية. ممتاز، ويبدا ويولي ساري مفعول على البلاصه. ساري مفعول. شكرا لك، كانت هذه خبر وتعليق. خلينا نمشي مباشره لستارت اب. نرحبوا بك مرة أخرى السيدة بسمة حميدي منظمة معارض، باش نحكيو، أنت حضرت بحضرنا سابقا وحكينا على ريترو أفريكا، بيترو أفريكا، بيترو أفريكا، الدورة اليوم التاسعة إن شاء الله، تبارك الله، مع الدورة التاسعة نتاع بيترو أفريكا وأيضا لوجيستيكا. أعطينا الساعة ما وتاتش باش نسألوك على تقييمك للدورات السابقة والدورة السابقة كيفاش كانت نتاع بيترو أفريكا، تقريبا كان فما مشاركة مكثفة، كانت فما حضور، أتت أكلها في الأهداف اللي أنتم رسمتوها للمعرض ولا لا؟ الدورة السابقة كانت في ليبيا في طرابلس، انت تعرف اللي احنا بيترو افريكا عام في تونس وعام في ليبيا، دونك الدورة اللي فاتت كانت في شهر 10 في اكتوبر من 16 ل 19 اكتوبر، نجحت في كل المقاييس. احنا بيدنا مش مصدقين على خاطر ناس كانت متخوفة من الوضع، كنا متخوفين من الاقبال نتاع الزوار، كنا متخوفين انه معرض دولي ما يمكنش ثم معناها ناس باش تقدر تمشي لليبيا، لكن المعرض خالف كل التوقعات، جاونا برشا شركات شاركوا دولية وحتى اللي ما قدرش يوصل اللي شارك بطريقة أخرى، يعني حتى على زوم ميتينج إذا كان في الكونفرنس وإلا بعث الممثل متاعه اللي هو تونسي وإلا ليبي. بالنسبة للتقييم ممكن الدورة هذه نقدروا نعرفوا بها التقييم متاع الدورة اللي فاتت، خاصة أنه صاروا فما ربط علاقات بين شركات تونسية وشركات ليبية أو شركات أجنبية. أهم شيء أنه المشاركين اللي شاركوا أغلبهم ليبيين، يعني شركات ليبية متعطشة أنها تشارك، تنتمي للمؤسسة الوطنية للنفط وكذلك شركات تونسية مشاو معنا
عندنا شركات وطنية وشركات خاصة وشركات أجنبية اللي عاطين ثقة في المعرض. المعرض دوراته كل دورة عندها سر وعندها نكهة. كل دورة كل ما تمشي ليبيا وترجع لتونس تجيب معها حاجة أخرى، يا إما تجيب مشروع وإما نصلحوا احنا رواحنا بطبيعتنا. كل دوره نعملوا فيها تقييم ونعملوا اوتو ايفالياسيون لنا احنا ونشوفوا شنو النقائص شنو اللي لازمنا نزيدوه مقارنه بالمعارض اللي هي كونكيرون لنا احنا. الدوره هذه ان شاء الله باش تكون في تونس، فيها عوده على الاستثمار اول حاجه لتونس والشركات التونسيه اللي شاركت، وشعارها يختلف. شعار الدوره هذه يحكي على الهيدروجين الاخضر، يحكي على الديكربونيزاسيون، ويحكي على الطاقات البديله التكنولوجيا، وزدنا فيه حاجه جديده اللي هي شركات النقل واللوجيستيك. النقل واللوجيستيك عاده يشارك في المعرض كبروسيس، معناها هو خدمه من الخدمات اللي تدخل في قطاع النفط والغاز. احنا خرجناهم وعملنا لهم معرض، خدينا نفس البراند اللي هو بترو افريكا، زدناه لوجيستيكا افريكا اكسبو. هذا المعرض لحد الان لوجيستيكا افريكا اكسبو، ناخذوا اسم افريكا لانه المعرض يدور، يعني كل ما يخرج من تونس لازم يكون هي تونس. طيب. افريقيه طبيعي عادي. لازم يكون اسم متداول عند البلدان الأجنبية. لحد الآن الدورة هذه يعني الحمد لله يا ربي بالنسبة للوجستيكا الإقبال مهم جدا، كيف كيف بترو أفريكا في إقبال من برشا بلدان. عنا جناح كبير لفرنسا، عنا جناح كبير لليبيا، عنا جناح للعراق، عنا جناح لتونس، يعني شركات تونسية بكثافة اللي هي شركات خدماتية وكذلك شركات وطنية. قبل ما نمشوا فقط للعرض اللي هو أربعة أيام يدوموا أربعة أيام، عنا مؤتمر علمي ضخم. المؤتمر العلمي وصلنا لمرحلة انه احنا نحطوا المؤتمر ما عادش نكونوا فقط محاضرات، لكن لجنه علميه متكونه من الجزائر، من نيجيريا، من تونس، من ليبيا ومن موريتانيا وكذلك من الكونغو. اللجنه العلميه تحدد المواضيع الاساسيه وبعد تحط لابيلا كومونيكاسيون ويبداوا العباد يسجلوا للمحاضرات العلميه. طيب علاش اخترتوا العنوان هذا للمعرض هذا في تونس السنه، الدوره التاسعه للهيدروجين الاخضر بشكل عام؟ معناها هل هو قطاع في تونس مهم؟ هل هو مستغل غير مستغل؟ هو بالنسبة للهيدروجين الأخضر أو الطاقات البديلة والمتجددة والتكنولوجيا هو موضوع دولي، يعني العالم الكل. حتى إذا كان نشوفوا المعارض في دبي وإلا في مصر وإلا المعارض في نيجيريا ولا حتى في المعارض في الجزائر، كله نفس الموضوع اللي هي موضوع الطاقات البديلة والهيدروجين الأخضر. لأنه حتى في التنقل الآن ما عادش يقدروا يهزوا المنتجات في البحر ولا في البر غير ما يكونوا عندهم يستعملوا في حاجات صديقة للبيئة. يعني الهيدروجين الأخضر هو صديق للبيئة وفي نفس الوقت أقل تسعيرة من النفط. من النفط. سي مراد عندك تعليق؟ والله أنا نفتخر بالسيدة اللي حاضرة معنا اليوم كرائدة أعمال تونسية وكتمثل جيل جديد من بعثي المؤسسات اللي هما شركات ناشئة. عن 650 شركة ناشئة في تونس معتمدين يعني بشكل رسمي من الجهات الحكومية التونسية. الشركات الناشئة هذه شركات هي المستقبل متاع تونس. اعتبر القصه التو اللي سمعتها هي قصه نجاح. الحاجه اللي ربما نقطه سمحني سي مراد اللي نعتبرها مهمه هو اللقاءات اللي ممكن تصير بين شركات الطاقه بشكل عام، البترول والنفط وغيره والطاقات البديله، بين الشركات اللي بيع وشركات التونسيه من خلال معرض كيف ما هكا بترو افريكا، انه تصير في لقاءات بين شركات كيما هكا، معناها يظهر لي فرصه كبيره لازمنا نستغلوها باش نحاول نودوا العلاقه اكثر ما يمكن او الشراكات اكثر ما يمكن بين تونس وبين ليبيا في مجال الطاقه بشكل عام. اكيد اكيد. هو العمل التشبيكي هذايا معناتها نتوركينج يعني اللي قاعد يخدم سمعته توا وصل حتى لمستوى اكاديمي، يعني مادام نحكيو على انه فما ريزابيلا كوميونيكاسيون، ثم عباد باش تدخل في مداخلات معناتها قايمه وبوانتو معناتها سيانتيفيك وعلميه وكل شيء. الجاره ليبيا هي بدا فيها راهو توجه نحو الشركات الناشئه ونحو التشبيك بين الزوز اطراف. والجاره ليبيا قاعده تتقدم برشا في الميدان هذا، وتونس كيف كيف. تونس معناها حقت قفزه كبيره، تقريبا كل شهر الشركات الناشئه التونسيه ترفع ما قيمته 100,000 دولار معناتها على الاسواق الماليه في منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط بشكل عام. هذا حسب منصه ومضه اللي هي تتبع لشؤون الشركات هذه. ثم خطه استراتيجيه وطنيه كامله 2023-2026 فيها تقريبا 6 مليار دينار اعتمادات مرصودة للنسيج هذا الكل متاع الشركات بما فيه مشاريع الهيدروجين الأخضر للشركات الناشئة،
واللي هو قطاع واعد اكيد كما القطاع كما الطاقات البديله الكل. ثم الحاجه المهمه انه الشركات الناشئه عندها منح اليوم تقريبا في حدود 200 الف دينار لدى مرحله البحث على المشروع و200 الف دينار لدى مرحله التاسيس والاستكمال نموذج التمويل. اليوم الشركات المستحثه كما الشركات الاهليه ولا الشركات الناشئه ولا الشركات متناهيه الصغر اللي تفضلت سيادتك بذكرها قبيله هي مستقبل المنافسه في تونس وهي مستقبل خلق القيمه بشكل عام. هم ممكن يكونوا حاضرين معكم الى جانب الشركات الكبرى والا بالنسبه لكم انتم البترو افريكا هذه مخصص كمعرض للشركات اللي عندها تاريخ وعندها لا بالعكس هو المعرض يضم كل الشركات يعني كما تشوف شركه العملاقه الجزائريه موجوده كيف الشركات الشركة العملاقة الليبية موجودة وكل شركة وطنية عندها شركات كما ليتاب نتاعنا عندها برشا شركات ينتموا للمؤسسة الوطنية. أبار هذا فما برشا شركات صغيرة اللي هي خدماتية يعني قطاع النفط والغاز في حد ذاته مش فقط استكشاف ولا استخراج هو شركات الخدماتية اللي تنتمي هو الطاقات البديلة هي خدمة من الخدمات اللي هي موجودة في قطاع النفط والغاز وكيف المعدات يعني أنت ما تقدرش تدخل لحق النفط من غير ما تلبس لبسة خاصة هذا يعتبر بروسيس من البروسيس نتاع النفط. طبعا ذكرنا بالتاريخ وقتاش مين هو بترو افريكا ولوجيستيكا افريكا ان شاء الله مش يكون في فضاء معرض الكرم من 25 ل 28 جوان 2024 في تونس ان شاء الله من 25 ل 28 جوان بالنسبه لكم انتم تقريبا قائمه المدعوين او المشاركين الحاضره وموجوده من كامل البلدان العربيه والافريقيه موجودين عندنا مشاركات سعوديه دخلوا برشا سعوديين مصريين كذلك من ايران فما شركات روسيه شركات صينيه ليبيه جزائريه تونسيه ايطاليه وفرنسيه اذا صارت مشاركه معينه بشكل ما انتم فوفات لو سويفي والا ما تتبعوش الموضوع احنا في المعرض مش فقط اربعه ايام للعرض فيه نتوركينج كبير يتعمل احنا عندنا الاووردز داي عندنا الاكسبرتايز داي عندنا سي اي او داي وعندنا الومن ان انرجي داي كلهم هذوما سايد ايفنت يعني نسموهم هما ايفنت يكونوا مع المعرض او على هامش المعرض على هامش المعرض كما سي اي او داي هو يوم يضم كل رؤساء المؤسسات يصير فيه نتوركينج ويصير فيه عقد صفقات واحنا نعرفوا اكيد كل شركه تعقد الصفقه اكيد نعرفوا ونعطيك مثال مثلا السنه اللي فارتة شركه معنا فرنسيه عملت عقد لمده 5 سنوات بالرغم اللي عملت عقد مده 5 سنوات معناها باش تخدم عوده شركه معنا سنه علاش لانه بالنسبه لها المعرض هذاك ديما لازم يكون موجود على خاطر عمل بارتنرشيب مع شركه تونسيه ليبيه وفي نفس الوقت باش يبقى احنا رابحين وهو رابح في طبع. كل الحالات تمام شكرا لك بسمة حميدي منظمة المعارض نذكر أنه بترو أفريكا من 25-28 بقصر المعارض بالكرم هكا ولا؟ بالكرم بالتوفيق لك وشكرا على حضورك معنا بعد شوية موضوعنا الرئيسي المقضى الشرائية والأسعار في شهر رمضان بالطبيعة بين الإرشاد وأيضا المراقبة الاقتصادية باش يكون حاضر معنا سيد لطفي راحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك السيد زهير بوزيان مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية نمشيه مع هذا التقرير اللي تأمن هنا زميلتنا ملكة ثم نعود لاستقبال ضيوفنا. مع قدوم الشهر الكريم شهر الصيام طرحت من جديد مسألة المقدرة الشرائية للمواطن التونسي شهر يكثر فيه الاستهلاك والعائلات التونسية تضع على موائدها ما يلذ ويطيب من أطباق تتراوح بين الأغذية التقليدية التي يحبذها التونسيون والعصرية التي ينفتحون بها على الحضارات الأخرى هكذا أطباق تتطلب موازنة مالية محترمة فأين السبيل من تحقيقها في ظل تدني القدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع أسعار المواد الغذائية والغلال فيما تبقى اللحوم بأنواعها وخاصة الحمراء منها الوجهة الأصعب فأسعارها ملتهبة ولم تعد في متناول الجميع لعدة أسباب بسبب ذلك تعالت الأصوات لإيجاد حلول لارتفاع أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك السلطات المختصة تبعث بفرق المراقبة الاقتصادية في أسواق الخضر ودكاكين اللحوم والدواجن والأسماك للحد من الاحتكار وغلاء الأسعار أسعار يضعها البائع وهو بدوره يشتكي من سعر الشراء المرتفع وتعدد الوسطاء من سلسلة البيع ليكون بذلك ثمنها مرتفعا فأين الحل؟ شكرا مليكة على هذا التقرير فأين الحل فعلا؟
رحبوا بضيوفنا، رحب بالسيد لطفي رياحي رئيس منظمه الارشاد المستهلكي. اهلا وسهلا بك سي لطفي. شكرا على الاستضافه. مرحبا واهلا وسهلا بك. والسيد زهير بوزيان مدير المنافسه والابحاث الاقتصاديه بوزاره التجاره وتنميه الصادرات. اهلا وسهلا بك. مرحبا مدير الابحاث الاقتصاديه. الابحاث الاقتصاديه مدير الابحاث قبل مش اسمها المنافسه والابحاث الاقتصاديه؟ فهم المنافسه فهم الابحاث مدير الابحاث. مرحبا بك سي زهير. بالطبيعه في شهر رمضان المواطن التونسي يضعف تقريبا الاستهلاك نتاعو، ولكن في رمضان هذا وربما حتى اللي قبله في ظل معناها في ظرف يتسم اولا بمحدوديه المقدره الشرائيه للمواطن، واحنا الناس كل نعرفوا هذا ما نجموش ننكروه، مع بالطبيعه ديما تبقى فيما مخاوف لندره السلع او صعوبه توزيعها بالشكل اللي لازم تتوزع به حتى وان كانت هي موجوده. مجهود كبير قاعدين تقوموا به الحقيقه بين قوسين نشكركم عليه، لانه قاعد ندين نلاحظوا فيه المجهود اللي قاعدين تقوموا به، ولكن مع ذلك اللي لاحظ على ارض الواقع ويسمع الكلام نظريا يقول انه ما فماش تطابق. معناها السلع انتم قلتوا انه السلع موجوده والاسعار في المتناول، على ارض الواقع سي زهير لاحظوا ربما في اشياء غير ذلك، تو بعض سي لطفي ربما ياكد او ينفي ذلك. كيفاش تقيموا ساعه الخطه الوطنيه اللي حطيتوها لتوفير السلع والمواد التونسيه؟ هل هي فعلا متوفره اليوم في السوق؟ والاسعار هل هي في مستوى اللي انتم كنتوا تتصوروا؟ تعرف بالنسبه للمراقبه الاقتصاديه وصرح وزاره التجاره، العمل نتاعها هو عمل تحضيري يعني تقوم به قبل انطلاق المواسم الاستهلاكيه، وتعرف انه موسم رمضان هذا المعظم انه الاستهلاك يزيد برشا، وعلى ذلك وزاره التجاره تاخذ احتياطاتها في هذا المجال وتقوم معناها بمخزونات الاستراتيجيه نتاعها خاصه في المواد اللي تعرف استهلاك يتضاعف في رمضان، فما مواد كما العظم يتضاعف مرتين وثلاثه مرات، وبالتوازي مع ذلك فما عمل نتاع المراقبه الاقتصاديه اللي دعم خصوصا في شهر رمضان بالسيارات بسيارات اخرى، وهذا مكن معناها من رفع مستوى عمليه المراقبه الى حد معناها في ثلاثة ايام الاولى معناها تمت مراقبه قرابه 11000 معناها زياره، نتج عليها حوالي 450 مخالفه، 1750 مخالفه، الفرق حوالي 150 فريق يوميا يتحاول. ماك تعرف الامكانيات تاع وزاره التجاره ماهيش كبيره، مع ذلك معناها حاولنا انه ان الامكانيات الكل نحطوها في شهر رمضان باش نجموا احنا نقوموا بالعمل نتاعنا في اريحيه. بالنسبه للمنتوجات تقريبا اغلب المنتوجات متوفره، ما نجموش نقولوا فما معناها ندره، فما بعض المنتوجات فيها ندره، فما منتوجات كما مثلا ماده الموز اللي نتاع 5 دنانير ان شاء الله غدوه مش تكون موجوده. تسلك عليها انتم قلتوا مش تجيبوا من مصر. جات ب 5000 وان شاء الله مش تكون معناها متوفره بدايه من غدوه في الفضاءات متعدده الاجنحه. علاش فضاءات متعدده الاجنحه؟ معناها كما نقولوا لي سوبرات ولي سوبر مارشي مش كان الفضاءات الكبرى. لا 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 متعدده الاجنحه، علاش؟ لانه عمليه المراقبه نتاعها اسهل وفما معناها احنا نجموا نطلعوا معناها الهيستوريك معناها نتاع عمليه كيفاش تمت عمليات التوريد وعمليات الفواتير وكذا. بالضبط هو معناها جابوا الديوان التونسي للتجاره بالنسبه للماده مثلا قلت لكم باش تكون متوفره. بالنسبة لمادة الزيت النباتي المدعم تم ضخ 6000 طنات في شهر رمضان، والمادة ذي قاعد نسق قاعد يزيد. بالنسبة للمواد الأخرى احنا كما مادة معناها السكر ولا مادة الروز فما كميات قاعد تهبط في السوق، لكن احنا زيد نعملوا يسر على المواطن. المواطن في نفس الوقت قاعد معناها يقتني في بعض الحين بكميات اللي اكثر من انتم قلتوا باش يتم ان شاء الله توزيع 20000 طن من السكر العائلي و3000 طن من السكر السائد. بالطبيعه حكيت على 13000 طن من الطماطم، 150 175 مليون بيضه، لكن كما قلت على ارض الواقع كيف نشوفوا اليوم في بعض البقايا تلقى ديما فما شويه صف، ما تلقاش الكميه اللي تحكي عليها. المساله مسألة شنو؟ مساله انتم الكميات ما ضخيتوهمش معناها فرد مره على مراحل. اكيد هي الكميات باش يقع ضخها معناها تباعا، لكن ما فهميش معناها النقص الحاد اللي نتصوروه كما ماده الحليب متوفره تو، ماده السكر فما كميه قاعده تهبط يوميا وتتوزع في الفضاءات التجاريه، لكن فما نوع من اللهفه عند المواطن، ويلزم المواطن يعرف انه معناها الكميات موجوده مش
مش مصلحته هو، خاطر فما مواطنين يقتني معناها اكثر من حاجات نتاعو ويقوم بخزن هالكميات هذه. صحيح. والناس كنا نعرفوها هذه معناها مصالح وزاره التجاره ان السق مش معناها مش يتساعد خاصة في الأيام الأخيرة خاصة بالنسبة لمادة السكر لتوفير أكثر كميات من مادة السكر موجهة لاستهلاك العائلة. ما تعرف في الفترة الأخيرة من رمضان تشهد استهلاك كميات أكثر في الحلويات وغيرها. واضح. طيب سي مراد وبعد نمشي سي لطفي. السيد رئيس الجمهورية في لقائه بالسيد وزير الداخلية والسادة المديرين العامين شدد على ضرورة مكافحة المضاربة والترفيع في الأسعار وبالطبيعة تشديد الرقابة على مسالك التوزيع. تعتبر أنه ديما الحل الأفضل هو مسالك التوزيع ومراقبتها؟ بالضبط. أنا نعتقد الحل الأساسي لمكافحة الاحتكار اللي هو جريمة. ما نجم يكون كان بوسائل ردعية وبوسائل معناها اللي فيها تدخل من السلطة بشكل مباشر لتنظيم ولهيكلة مسالك التوزيع من جهة وردع المخالفين من جهة أخرى. بالتالي التوصيات نتاع السيد رئيس الدولة والجهد اللي قاعدة تقوم به هيك الإشراف الكل من وزارة التجارة من مراقبين الكل يصب في خانة واحدة اللي هي خانة محاربة الظواهر هذه نتاع الاحتكار غير المشروع والمضاربة غير المشروعة في عدة مواد حساسة. فما حاجة مهمة، الاستهلاك في رمضان يزيد بقيمة 1500 مليار. 1500 مليار تقريب. باه. ما نعرفش علاش. المفروض هو شهر نعرفه الكلنا اللي هو شهر عبادة. واللي هو شهر المفروض تتقشف فيه الناس شوية. معناها ما نقولوش يتقشف ما يبذرش. مش مطلوب من العباد باش تتقشف خاطر هي الدنيا غالية. معناها الأكيد أنه ثم برشة توانسة اليوم قاعدين يستحفظوا شوية على الأرواح. ولكن ما يبذروش. لكن كي نحكي ولا 1500 مليار يزيدوا في فترة متاع ذروة استهلاك موسمي. حاجه صعيب. بيع رمضان هو كيف كيف موسم البيع العشوائي بامتياز. تعرف اللي تقريبا في الفتره هذه نلقاو 400,000 نقطه بيع عشوائي. ما ينجم حتى جهاز رقابي في العالم يراقبه باي وسيله مشكلة. كانت مشكله. هذه مشكله عميقه راهي متجذره مش مربوطه بالسياق اللي احنا فيه توا الحاليه. انا نعرفوا الاقتصاد التونسي مع الاسف منذ الاختيارات الفاشله اللي تمت في السبعينات في سياق ما يسمى بتحرير الاقتصاد ولا يعني تفريط في تدخل في مهمة الدولة كمعدل اقتصادي. من وقتها بدينا في مرحلة متاع أنه التعديل وأنه الدور الأساسي للدولة في تنظيم الاقتصاد التونسي ضعف وبالتالي تخلق مجال جديد اللي هو الاقتصاد الموازي واللي هو البطالة. والبطالة ما تنجم تأدي كان البيع العشوائي. ثم نقطة ثالثة مهمة أنه ثم مواد مثلا كما اللحم الأحمر يزيد الطلب إذا كان في اللحوم الحمراء شوي هو شوف أثناء ثم عام ناول ساعة عام جفاف مع القطيع ضعف في ياسر كيف المساحات المزروعة مثلا من العلفة عام ناول أتلفت منها 60% تقريبا والطلب على اللحم الأحمر بشكل خاص يزيد في سيدي رمضان بنسبة 30%. هذا الكل كي تلموا مع بعضه باش يعطي اسعار بطبيعه الحال كبيره وتضر بالمقدره الشرائيه. وفكره حتى اللي نسمعها ساعه ساعه من طرف برشا عباد في تونس المقاطعه ما عندها حتى معنى لانك انت ما عندكش مشكله مع اللي يبيع لك لانه اللي يبيع لك هو بيدو ماذا بيه يبيع بارخص معناها باعتبار انه باش يبيع اكثر معناتها مشكلته هو بيدو ساعه ساعه تو القصابين مثلا قاعدين يتحكموا في هوامش الارباح نتاعهم وينقصوا حتى ارواحهم باش ينجم يبقى موجود معناها من غير حد. والعدد نتاع القصابين نقص الشطر تقريبا في تونس بين قوسين. فما مواد اليوم تحتكرها 5 شركات او 4 شركات الاكيد سي بوزيان يعرفها بالكدا بالكدا الاربع شركات هذه اللي تحتكر في الالاف في تونس. هذه الممارسات هذه لازم تتقطع خاصة في سياق التمشي بتاع السيد رئيس الدولة. سي مراد الحقيقة معناها المواطن توا في رمضان كل كلمة منيش في منظومة الإنتاج الجديد باش ترجع لي للأعلاف وترجع لي هذه منظومة الإنتاج أنا ما هو الدولة تطريق الأمور فيها معناها هو الأغرب بالضبط. شوف هما اللي يحتكروا الأعلاف 3 ولا 4 شركات هذوما هما بدهم اللي يحتكروا الإنتاج وهما بدهم اللي يحتكروا الترويج. بالتالي ماكش باش تلقى حتى شيء حتى حل معاه. لانه هو يرى في المواطنين في السياقات هذه يرى فيهم مستهلكين بين قوسين
ويلزم تحقيق أقصى ما يمكن من هامش الربح على حساب الناس هذوم. بالعكس ما ثم حتى حد ضد المبادرة الخاصة أو ضد أنه إنسان يخدم على روحه في البلاد هذه، ولكن أنت توصل تخلق مع تتولي كما قلنا احنا صانع سوق تسمى ماركت ميكر، أنت تصنع السوق وأنت تكون طرف بشكل أو بآخر في منظومة التراخيص، وأنت تعمل دي باريرا لونتري ما تخليش العباد تدخل تخدم معك، وأنت في نفس الوقت تروج وتعمل علامة وما تخليش اللي حتى باش يبيع وحده تقول لا ذاك عشوائي وما إلى ذلك. ما نجموش نواصلوا في النسق هذا. كان جيت والله تبيع في البقلاوة صحة وفرح، خاطر البقلاوة لا تقتل ولا تحي، مش أساسية مش أساسي. لكن أنت تبيع في دي برودوي دي سبسيديسيون معناتها خاطر العباد كما تلقاش الحم تمشي المواد أخرى معناتها بديلة بديلة، وأنت عندك محلاتك وعندك نسيج كامل. هذايا اليوم السلطة وزارة التجارة بالذات محمول عليها مجابهته، مش إدارة الأبحاث ولا إدارة المنافسة، لا التمشي العام، خاصة أنه رئيس الدولة يدفع نحو دمقراطة الإنتاج ودمقراطة الترويج ومحاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروع بالمرسوم 2022 بالترسانة الكاملة من القوانين اللي موجودة واللي نتمناه أنها تدفع. طيب سيلت بطبيعة زادة سيد رئيس الجمهورية دعا إلى مقاطعة السلع المحتكرة وهكذا تنجم واللي تم الترفيع في أسعارها. المنظمة كيفاش تنظر للسوق اليوم وكيفاش تقيم الوضع اليوم في علاقة بين الأسعار والمقدر الشرائي؟ يعطيك الصحة. نبدأ بالمقدر الشرائي من ختمت أنت. المقدر الشرائي بتاع التونسي تدهورت بصفة كبيرة، ونحن باش نعطيه رقم تنجم شقة الفطر والسحور العائلة أربع من الناس تكلف 50 دينار. كيفاش ينجم يجابها التونسي؟ خلنا نرجعوا نحن للتاريخ قريب شوية. 23 نوفمبر وزارة التجارة أعلنت جملة من الإجراءات. الإجراء الأولاني هو تجميد الأسعار، الإجراء الثاني هو تحديد أعلى نسبة لخدمات التعاون التجاري ب 10% بالنسبة للمواد الغير مؤطرة و 5% بالنسبة للمواد المؤطرة، ونعبر عليه نحن بهامش الربح الخلفي وإلا بريستور وغيره. هذا مفصل، طبعا نشرح لك علاش مفصل. الإجراء اللي من بعده وزارة التجارة طلبت من الصناعيين والمزودين بمدها بقوائم المنتوجات اللي عندها وهيكلة الأسعار متاعها باش تعرف حقيقة الأسعار والشطط الكبير متاع الأرباح اللي قاعدين نعيشوا فيه. نحن نعيشوا في تضخم مصطنع نحن صانعينه باش توصل الأسعار بالدرجة هذه. علاش؟ خدمات التعاون التجاري اللي هي خدمة، وهنا بالمناسبة قاعدين نحاولوا مع بعض النواب في مبادرة تشريعية باش القانون تاع خدمات التعاون التجاري نحاولوا كيفاش نبدلوه، خاطر ما عادش تمشى تعمل في قياس ناس معينة في وقت معين، هذا يلزمنا نخدموا عليه الناس الكل. ب 35% و 10% مسافة باهي، وعلى هذاك تلقى منتوجات اللي 86 منتوج اللي انخفض بنسبة بين 3% و 32% أخيرا. راهي ماشي بروموسيون بالنسبة للمساحات التجارية الكبرى، ماشي مزية من المساحات التجارية الكبرى، بالعكس هي تطبيق ما جاء في قرار وزارة التجارة بتحديد أعلى سقف لخدمات التعاون التجاري. أما هو يجب يكون زاد مجهود تلقائي منهم، هما بارك الله فيهم. لا الخيارات في خطة وطنية. لا الخيارات بالقرار سيادي. بقرار سيادي من وزارة. مش خاطر هما يعملوا انخفاض، ما يعملش هو الانخفاض، المزود يعمل انخفاض. هو ما يعمل حتى شيء ونعرفوها ولوحدك. كي نشوفوا نحن نسبة 35% اللي كان معدل كانت وصلت 10%، هذا نحسبوه معناتها نشكر عليه وزارة التجارة. لكن نيجي نشوفوا هيكلة الأسعار كيفاش معمول. نحن نستغربوا كيفاش اللحوم الحمراء، وقلناها منذ أشهر قبل بعام كيفاش وصلت ل 40 دينار، وقلنا راهي باش توصل في رمضان 45 و 50 دينار. هنا استغربنا فاش يجي كونه شركة اللحوم اللي هي شركة تربح، ماهيش منتجة نتاع اللحوم، قاعدة تبيع في اللحم ب 32 دينار و 800 بالنسبة للكيلو علوش، و 31 دينار هبرة بالنسبة للبقر. هي تشري من عند تاجر جملة وتبيع بالتفصيل، وبالتالي تاجر. كيفاش هنا الاسعار هذه توصل هكا؟ كيفاش نلقاه في الفضاء العام عند الزازاره وغيره ونلقاه ب 45 دينار؟ الشطط هذا في الاسعار يلزم يقف، يلزم على وزاره التجاره اعتماد اسعار شركه اللحوم كسعر مرجعي باش الناس الكل تمشي عليه، خاطر شركه اللحوم رابحه ماهيش خاسره.
حتى انت باش تزيد على شركه اللحوم 3000 2000 مش 18 واكثر. راه الفرق معقول، فرق كبير وكبير برشا. هذا فيما يخص نرجعوا للتزود والتزويد نتاع المنتوجات اللي قاعد نشوفوا فيها. وزاره التجاره مشكوره رافقت تجار الجمله بتوزيع ماده السكر على تجار التفصيل، وهذا اجراء محمود وهنا في جميع الولايات، وشفنا نحن المرافقه هذه باش تعدل السوق باش ما يقعش احتكار للماده هذه. زاد كيف كيف مازال ناقص اخيرا ماده الحليب اللي موجوده اللي تو في الذروه نتاعها، وهنا ازمات مصطنعه بين ظفرين. علاش؟ خاطر تو في الذروه نتاع الانتاج تلقى انت تجار التفصيل ما عندهمش حليب، نقطه استفهام كبيره. فهمتني؟ بيجا ما فيهاش حليب، بيجا ما فيهاش حليب، بيجا شيء حشم. اي تلقى انت نقاط معناتها تفصيل بتاجة عطار في بريغوتا وتستور اي عطار في في حومه يجيبوا له 25 ستيكه عفوا صديقي، يجيبوا له 25 ستيكه جمعه كامله. كيفاش تحبوا يززي واحد يعطي واحد شطر باكو هو المواطن كي باش يقول له تاخذ كام بالباكو؟ خلقت ازمه انت، انت خلقت ازمه وفاحت ولات الناس الكل تجري على الحليب رغم اللي هو موجود بكميات مهوله. مخزون استراتيجي موجود. وين المشكل سي لطفي؟ المشكل في صانعينه نحن، المشكل نحن صانعين في التوزيع نتاعو صانعينه نحن المشكل. يلزموا يقف هذا باش ما يخلوش هالفوبيا هذه تعمل. استغراب اخر عندك الكريم فريش كانت ب 1850 ولات ب 2400، علاش؟ وقت هي وزاره التجاره جمدت الاسعار، ويعرف صديقنا اللي جمدت الاسعار. كي انت تحسب وتشوف تلقى الحال الرايب موجود والبن موجود والحليب مش موجود، فكي يدخل واحد يقول ما هو تقولوا الحليب موجود، ها مش موجود الحليب. هل الناس هل الفوبيا هذه وهل الشعور هذا اللي قاعد نحبه نحطوه عند المستهلك باش المستهلك يولي سامحني في الكلمه اجريسيف في معاملته، فهمتني؟ مع العطار ومع مزدي الخدمات بصفه عام، هذا يلزم يتنحى. كيف كيف نعطيك جانب اخر، التشكيات راهي كبيره تجي المستهلك. عندك اخيرا البنوك زادت في الكارت نتاعها، كانت في ثلاثة شهور 17 دينار ولا 33 دينار، علاش؟ وقت هي بعد قبل بمده عملوا لنا برنامج تسويقي بتاع الكارتة اللي فيها رصيد بليش. وهذا قلنا نحن راه هذيك عملية تسويقية، أنت بعد بهذيك تجي أنت تعمل العملية هذه تباتيجي كامل تقول فيه اللي 17 من 17 دينار 33 دينار غالية. فهمتني؟ مقارنة بهذه الممارسات اللي لازمها تقف، خاطر هذا الكل المستهلك راه مش قفا باش يهز يقري طرف خضرة وطرف غلة وكهو. يراهو عندك مسار كامل نتاع استهلاك صحة وتعليم وغيره اللي قاعد يشوف فيه. طيب معناه اللي ربما أهم نقطة أنا فهمتها، ما يكفيش توفير السلع سي زهير، ولكن كما قال كيفية توزيعها بشكل أنه ما تكونش فما لافة وما نحسوش اللي وكأنه ناقص. ونحن ديما راهو ندعيو المستهلك عدم اللافة، خاطر التخزين في الديار مش معقول. زاد كيف كيف أنت حاجة كيما غالية عندنا شعار أنت تغلي وأنا ما نشريش، لكن مع هذا الكل يلزم نخلقوا كصناعيين وكمزودين مناخ فيه ثقة، فيه ثقة بين بعضنا باش نجموا نحن نعملوا استقرار في سواء في الأسعار ولا في أنت تجي تغلي منتوج هكاك من مخه يجي يغلي في منتوج مش معقول. والله تو خاصه السريح من هي برشا منظومات تحكي عليها تو، المنظومات هذه اغلبها يلزمها اعاده اصلاح ويلزم رؤيه شامله. معناها الحلول الرقابيه وحدها ماهيش كافيه، راه باش نبداو واضحين. معناها كما قالت معناها كان تفضل قال تويكا، معناها بالنسبه لماده السكر وقع معناها فرق المراقبه اشرفت عمليه التوزيع، لكن احنا زاد نبداو نكونوا واضحين. ال 300 مراقب هذوما اللي مش نجمو نوجهوهم احنا تو باش يوزعوا السكر، باش يوزعوا باش يتلاو بتوزيع زيت الزيتون، زيت الحاكم باش يقعدوا يقوموا بعمليه المراقبه. معناها يلزم فما رؤيه كامله ويلزم دعم هالسلك نتاع المراقبه الاقتصاديه باش ينجم يقوم بالمهام نتاعو على احسن وجه. على المستوى الوطني تو احنا يوميا نقوموا لا لا المراقبين قداش عندنا في 2000 في بالي 2000 مراقب عندنا في تونس. لا 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 احنا بالنسبه للمراقبين عدد الفرق يوميا في اقصى معناها من نجموا نخرجوا في حوالي 150 فريق. الفريق قداش فيه من زوز اعوان؟ زوز اعوان زوز اعوان معناها
انا نتقبل شويه كما قلت سير يسر مش شويه شويه على الاخر حاجه على الاخر على الاخر هي اصل اصل الرقابه اي برونشيني ثم حاجه اخرى انا مستغرب منها السيد الرئيس يعني عين مؤخرا محافظ بنك مركزي جديد السعر بالاساس فيه نسبه فائده خاطر اللي يصنع حاجه يصنع مثلا مقروف هذاك متسلف فلوس باش يصنع المقروف ما صنعوش من العدم هو متسلفه بنسبه فائده اللي هي تقريب تمشي ما بين 11 و14% علاش السيد المحافظ نتاع البنك المركزي لليوم ما حكاش على التخفيض في نسبه الفائده رغم اللي نسبه التضخم انخفضت ل 7.5% وقعد نسبه الفائده المديريه 8% اذا كان البنك المركزي ماهوش باش يقطع مع الممارسات القديمه اللي كانت قبل معناها موجوده فيما يتعلق بانه السياسه النقديه هي اللي انهكت منظومه الاسعار في تونس هي اللي انهكت القدره الشرائيه ما طاحتش خاطر كما توا حكى استاذي الكريم فما ستركتور كامله نتاع اسعار بنيه كامله هيكل كامل اذا كان اليوم انا عندي 7.5% مباشره مجلس اداره البنك المركزي يخفض في نسبه الفائده المديريه ب 0.5% نطيح ل 7% وهو بطبيعته كي يخفض باش من بعد يتسبب في تخفيض اخر لكن انت تخلي نسبه فائده مرتفعه كيفاش باش تنخفض الاسعار تي بالعكس هو تو تتسمى الى حد ما الامور جاتنا باخف الاضرار بالتالي انا يظهر لي يلزم بالبنك المركزي يمشي في اطار سياسه الدوله ما نجمش يكون معناها هو خارج معناها مصالح التوانسه او خارج اهتمامات الدوله او خارج السياق العام اللي ماشي فيه الدوله. معقول جدا. هنا عفوا باش نونشيني معاك انت في البنك المركزي يعطيك الف صحه انت ونحن هنا فرصه باش نخدموا على الحسابات المجمده اللي طالما تكلمنا عليهم فهمتني الحسابات المجمده اللي هي سيف مسلط على الناس اللي راهو بالقانون حساب مجمد وجوبا على البنك غلق الحساب بعد مرور سنه أي. القانون هذاك نحبوا يطبق أي. عندك تاريخ الفعليه نتاع قروض الاستهلاك كيفاش انت تعطيني قرض استهلاك وتنحي لي قبل ما تصب شهريتي باش تاخذ ليزانتيري على ليزانتيري دات دو فالور هذيك اللي حكي عليها علاش هذا كله عديد الاشكاليات في الواحد نحب نرجع لهيكله الاسعار طالما نحن عدد المراقبين شويه وطالما نحن نعطيه منتوج مدعم الى الصناعي يبيعوا باسعار حره طالما الازمه نتاع الحليب ونتاع الخبز ونتاع الواحد باش تقع نفتحوا قوس صغير على الخبز من ذكرت الخبز الى مازلنا نستناو في الفارينه وما نعرفوش وقتاش نعرفش صديقي نجم يجاوبني ولا وقتاش الفارينه بالالياف تتوزع على كل المخابز باش هكاك خلنا نحيو الصفوف خلي بالساعة وبالساعتين بداو ويجبرك باش تاخذ خبز اخر اللي كلفة فيه تقعد راهي بين 190 فرنك وبين 1500 و700 كلفة زايدة كل يوم قاعدين نتكبدوا فيها علاش؟ غير انه بالله فما نقطة أخرى نحب نستوضح منها. تفضل. المخابز الغير مصنفة. هل المخابز الغير مصنفة تستعمل في الفرينة المدعمة وتبيع تو الناس الكل تستعمل في الفرينة المدعمة وتبيع في الخبز على اساس سبيسيال بالضبط هذيك علاش نعطيه منتوج مدعم هي المخارق بالفرينة الكل المدعمة. الكل بالفرينة المدعمة ثم حتى جرام فرينة في تونس يتباع دعم مختلف من نسب من بنسب مختلف بنسب مختلف اما الناس الكل تاخذ مدعم وتو تو احنا حبي قبل رمضان تو جاي الحلو وجاي المقروض وجاي الكل علاش يقعد المدعم يمشي وهذه الخبز بالالياف باش يقطع مع الدعم اللي يمشي الغير مستحقي وبالتالي الدوله برك حسب خبير في لوفيس دو سيريال الدوله تربح 200 مليار في العام انت هذا كل وقتاش الالياف تدخل للواحد باش تبدا على العيب بالعين المجرده نجم نعرفوا اللي خبز بالالياف ولا بلاش صحيا نتمتعوا بخبز جوده عاليه طبعا طبعا عندك فكره سي زهير بالنسبه لموضوع الخبز بالالياف انا مازال بور لو مومون تمت تجربه وقعت تجربه نتاع الخبز هذا وكل شيء اما مازال برنامج كان البرنامج مثال نداري السيد رئيس الجمهوريه ب معناتها بالتسريع فيه على خاطر ما عادش النجم صراحه ولا مقلق باش تشد الصف كل يوم. بخصوص موضوع الفرينه المدعمه فما انواع نتاع الفرينه المدعمه فما الفرينه المدعمه المعروفه بالبي اس هذه اللي يتزودوا بها اصحاب المخابز المصنفه اللي يصنعوا الخبز واللي يصنعوا الباجيت حكرا ما يتزودش بها حتى حد اخر. وعندنا الفرينه الرفيعه اللي هي مدعمه لكن بنسبه اقل بس اي طعم يختلف اما يعني كله مدعم
كله اي كله مدعم عشان نكون واضحين. ما يقولكش نخ في فارينا مش مدعم، هي رفيعه مدعمه بنسبه اقل. اي هي مدعمه بنسبه اقل ياسر، اقل ياسر حتى ما فيهاش فارق نتاع الدعمه، معناها المخبزه الغير مصنفه ما تاخوش فارق دعم، على عكس المخبزه المصنفه تاخذ طيب. فارق دعم. طيب بلاي خنجيو منظومه اللحوم الحمراء والنقص الهيكلي في اللحوم الحمراء. طيب كما قال سيلوتي، هل يعقل معنا شركه اللحوم تبيع الكيلو ب 32، جينا للجزائر نلقاها ب 45 ووصل اكثر من 45 50 ب 45 و 50 وانتم قلتوا باش تدخلوا السوق تقريبا ب ما نعرفش بقداش من 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 قداش والله. بالنسبه لمنظومه اللحوم الحمراء هو موضوع متداخل في برشا اطراف من وزارات مختلفة، مش معنا كان وزارة التجارة، ولازمنا نكونوا نعرفوا أنه فما إشكاليات كبيرة في المنظومة هذه، ويلزم الأطراف الكل معناها مع بعضها تلقى الحلول. كما حكى سي مراد قبيل على منظومة الأعلاف اللي هي المنظومة هذه يلزم مراجعتها. هي تعديل السوق يا سي زوي، تعديل السوق باش السعر يطيح شوي. هو فما معنا بالنسبة لشركة اللحوم، إن شاء الله اللحوم مش جي قريب الأسبوع الثاني متاع رمضان، لكن ما هيش الكميات اللي باش نقولوا احنا باش تصنع فارق كبير في بالنسبة ما تقريب 300 عجل تو. معناها أنا سمعت اللي فما 300 عجل هكا ولا تبيع على 35 دينار و600 كتعديل للسوق. وهذا نحن نحكيه كيفاش يتاجر جملة 300 عجل اللي تاكلوا في حومر. أي نحن كيفاش تاجر جملة الإشكال وين؟ تاجر جملة يبيع شركة اللحوم وشركة اللحوم تاخذ ربحها وتبيع ب 31 32 نفس تاجر الجمله يبيع للززا ياخذ ربح ياخذ ب 45. هذاك نحن نحكيه على بعيد على المنظومه الاعلاف وغيره 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 بعيد. نحن جينا وقفنا في تاجر الجمله. تاجر الجمله تشري من عنده شركه اللحوم تبيع ب 32 كاقصى حد، ويشري من عنده ززار يبيع على 45. نرجع للمراقبه وفرق المراقبه والنقص في الفرق كما قال لك هو ثم حاجه اخرى بربي على تقريب مسافه نتاع معناها 2 كيلومتر من العاصمه في احياء في تونس الغربيه مثال أيه. ثم عباد نتعدى انا كل يوم الصباح نراهم يذبحوا في معناها حيوانات قدام المحل، وبالتالي هذاك خرج من السيركوي وتلقاه معناها انا متاكد انه اللي يتعداو الناس الكل، يتعداو شخصيات حكوميه، يتعداو وزراء، يتعداو مراقبين، يتعداو يتفرجوا فيه هو يذبح ويسلخ، راهو مش في الحانوت لا البر. بالتالي راهو اليوم اذا كان باش نخلقوا مسلك موازي بالكامل لكل شيء، معناها تلقى اللحم موازي، وتلقى في نفس الوقت شركه اللحوم تبيع باسعار الاطراف يعملوا الاربيتراج. ايش معناتها يعمل الاربيتراج؟ معناتها هو يشري بسوم يعاود يبيع بسوم، الاخر يعاود يبيع بسوم، تلقى انت في الاخر بالكل زائد 60% مثلا على السوم اللي هو ان بري دو ريفيرونس. قول قائل هو الهامش معروف 30%، اذا شركه اللحوم عندها هي 30 دينار اوتوماتيكمون يلزمك تلقى في اخر الشان معناها في نهايه المرحله تلقى ب 39 دينار. معناتها اليوم كيلو اللحم اذا كان فايت ال 40,000 راهو هذاك الكل اللي فايت ال 40,000 الكل معناها ال 10,000 فرانك الكل راهي في مكاتب المضاربين، في مكاتب المحتكرين، في مكاتب السمساره. معناها كي نقولوا 10,000 راهو بصراحه برش. حاجه اخرى لو كانت تجيب الدوله المبرد والمجمد راهو كيف باش يعملوا له نفس سامحني في الكلمه السيرك، معناها باش ياخذوا يتباع بطبيعه الحال ما تفهموش انت بعد كيفاش يتباع، يتباع على اساس انه لوكال ما عاد تنجمش تراقبه على خاطر ما ثماش رقم. بالنسبه سامحني بالنسبه للحمل المبرد ان شاء الله كان جاي معناها العمليه انه ما يتزودوا به يكونش فما قائمه ايجابيه نتاع زازار معروفين هما اللي يتزودوا في مناطق معينه وما ينجموا يقوموا بترويج كونش الماده هذه، معناها ما ينجمش في نفس الوقت يبيع المحلي وال معناها يولي يبيع كان فقط اللحوم المجمده. ولا عمليه المراقبه ما ينجمش يكون حاطط معناتها سي بوزين على البلاكة نتاعو. لا مطالب، لا مطالب. لا معناتها تو انا نحكي على زازار في حاجه. ما هو سعره يكفي يا سي مراد. اي. انت كي لفت تلقى السعر نتاعو في حدود 32 تفهم ولا ذاك؟ لا معقول نفهمه. وتمت حتى سامحني سي مراد قصيت عليك في السنوات الفارطة وقت جاء اللحم تمت عملية مراقبة فما تجار لقيناهم يقوموا بالتجاوزات هذه وتم منحهم معناها وتنحاهم القائمة الإيجابية وما عادش عندهم حق ياخذوا اللحم. شوف أنا عندي حاجة بركة ديما ما فهمتهاش علاش ما وقعتش في وزارة التجارة، وأنا اقترحتها برشا مرات. قلت نعملوا في المواد المدعمة نعملوا كود بار. يا سيدي نبدلوا اللون مثلا اللون نتاع باكو المقرونه قد شنو لونه هو احمر ردوه ازرق. وقت اللي ندخل انا الريستورون اللي يبيع في صحن المقرونه ب 70,000 سكروا. لا والحليب سهله برشا. الحليب سهله. الباكو الازرق ما يتباع كان للمستهلك، الباكو الاحمر يتباع للصناعي. فما سهلة. فما في القهاوي
ساعات نبدا قداميه يبدا واحد يلحلح بالقهوه يجي باش يخلي له باكو حليب على جنب. هذا امر مش معقول لانه باكو الحليب هو نتاعو، هو نتاع اوزاج فاميلي معناتها نتاع استهلاك اسري، ويلحلح باللي خذاه له باش يرجعه له باي ثمن كان، لانه هو عنده طفل صغير باش ياكل حليب ولا اللي هو. وخلاف هذاك زاد حتى المواطنين عندهم دور، على ما يبدو اليوم المواد اللي ناقصه الكل في السوق راهي موجوده في دار العباد. مثال السكر، السكر انا يوميا نتعدى من محل معروف برشا معناتها مساحه متوسطه لا هي كبيره لا هي صغيره متخصصه في هالمواد هذه الغذائيه اللي مدعومه يجيبوها تضخها وزاره التجاره في وسطها. تلقى نفس العباد شادين الصف كل يوم تقريبا، هما بشكل عام تلقاهم متقاعدين والا نساء قاعده في الدار والا عباد معناتها ملحومه غاديك وكل شيء. هذوما يشريوا كل يوم تقريبا نفس البرودوي، تلقى عنده في الدار 20 كيلو سكر، وتلقاه ساعات يشري ويعطي لصاحبه ساعات يشري ويطيش. استاذنك سي مراد باش نحب نرفعوا اذان العصر للساده المشاهدين حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله إذن كان هذا أذن العصر تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نرجع لك سي زهير وإحنا نحكيه بالطبيعة على المقدرة الشرائية وعلى الأسعار في تونس. أخذت وزارة التجارة قرار بتسقيف الأسعار في بعض المواد، كيفاش لقيتوا نتيجة هذا القرار وشنو أهم المواد اللي صار فيها تجميد أو تسقيف الأسعار؟ بالنسبة للتسقيف الأسعار أهم المواد هما خاصة اللي وقعت فيهم بعض إشكاليات في المدة الأخيرة، كما الطماطم اللي وقعت تسقيفها في سعر الجملة ب 2000 معناها تتباع 2500 معناها كسعر اقصى، والفلفل تسقيف يعني نقول تسقيف نجم يكون فما حد اقصى معناها حد اقصى في سوق الجمله باعتبار ان الاسعار في سوق الجمله هي خاضعه لقاعده العرض والطلب معناها 3000. عندك بالنسبه زاد الاسكالوب سعر بيع العموم 15490 وبالنسبه للدجاج جاهز للطبخ 8490. المشكل اللي بعض من الخضار حسب رايي انا سي لطفي على ارض الواقع قالوا التسقيف في الاسعار ضرنا في بعض المواد وتقطعت شويه الطماطم مثلا والا الفلفل لانه بالنسبه لهم هو ما عادش يخلص. شنو رايك؟ الاشكال وين؟ مش في الخضار،
الاشكال في القشار اللي ياخذ من عند الفلاح كي راه التسقيف ما عادش ياخذ من عنده، ما عادش يهبط للسوق. شكون يهبط مرشي القروب؟ يهبط الوسطاء. الفلاح ما يهبطش مرشي القروب. 90% من الناس اللي يهبطوا مرشي القروب هما وسطاء، وهما اللي هيكلوا السعر. قايت العرض والطلب هي يتحكموا فيها الناس اللي تهبط الكميات محدوده في منتوج معين. ثم طماطم يهبط لك الكميه معينه يطلع بها السوق، تعمل السوق في مرشي القروب يهبط. كي باش تسقفها له انت يخليها على روسي على جارها ما يجمعهاش حتى ليل حتى سقي. تو شامل من وجه مليح. فهمتني؟ فما هي حاجه راهي غريبه تقع مثلا كيما تلقاها في مارشي دو كرو، كي تقارن ساعات ما بين الكميات اللي دخلت في نفس اليوم سوق الجمله بين القصعه عمناول والسنه، تلقى الكميات عمناول مثلا في بعض كمال البصل عمناول الكميات الضعف تاع السنه والسنه السعر اقل. اي في مواد معينه عمناول الضعف تاع السنه عمناول عمناول الضعف الضعف السعر والسنه لكن الكميه السنه اقل. معناها مع الناس كما قال سريح معناها قاعده العرض والطلب هي تظهر قاعده العرض والطلب هي الواقع. راهو كان تحكمنا في قاعده العرض والطلب في منافسه غير نزاهه، ما عادش تنجم تحكي على اسعار خاطر هو يطلع لك ويهبط لك بالتليفون يقول له ما تهبطش. شنو الحل؟ فهمتني؟ الحل رقمنه مسالك التوزيع. بالضبط الحل في رقمنه مسالك التوزيع بطريقه شفافه واستراتيجيه. نعرفوا نحن في قداش نستهلكوا طماطم وفلفل و و يلزم من الانتاج معروف في مناطق الانتاج معينه في ماده معينه هذيك اللي تضخ السوق ويقع ضخها خاطر ينجم تو فريجوات ما عادش يحطوا فريجوات خايفين من يخليها على روسها جاريه مازالت ما جمعتهاش شيء ما تنجم تعمل يخليها له غاديك نابته. هنا الاشكال يلزم هنا رقمنه مسالك التوزيع بطريقه كونه قبل الرقم لازم تسبقها استراتيجيه انتاج في المواد الكل باش تعرف انت اش تنتج واش تبيع. هو في جميع الحالات شكرا في جميع الحالات ثم مسألة اسمها معناها أنك تخلق بيست معناها تخلق مسار للتدقيق في الـ معناها الثنية اللي خذتها سلعة من اللي خرجت للي وصلت. اليوم تقريبا ما عندناش مثال اللي يبهت بالحق هو مثلا فما حتى مؤسسات نتاع الدولة اللي هي بيدها المواد اللي تبيعها تقع عليها مضاربة معناتها واللي هي المفروض هي تراقبها معناها من أولها لآخرها. به ثم باش نكونوا واضحين باش نكونوا عمليين ثم مواد اليوم ما عادش يلزمها تتباع خارج ما غير ما يكون فما باكاجينج ما غير ما يكون ثم باكوات ما غير ما تكون معلبه باش تكون مسيبه فراك هكاك ما يلزمهاش تتباع. هذه النقطه الاولانيه. يلزم التمييز في التعليب معناها اليوم التعليب اذا كانوا مجعول ستاندار للناس الكل كيف كيف هذا راهو امر انتهى وباش يخلي تونس ديما في شح وفي في ندر. التمييز في الاتجاه معناها التمييز الصناعي والاستهلاك الاسري في شراء واللي مش استهلاك اسري في شراء اخرى معناها عادي. انت تو مثلا التوانسه اليوم ياكلوا في الملفوي ياكلوا فيه بدينار ولا ب 12% يا خويا كول بصحه وفرحه. لا بلفين بيو فيه بلفين اي بلفين لكن هو يتكلف تقريب حسب ما سمعت انا يتكلف 200 ملي باهي وحكاوا لي حتى الكرواسون مثلا يتكلف تقريبا 150 فرانك كابت كرواسون اللي هي تتباع بدينار بدينار ونص. علاش؟ خاطر كلها برودوي سيفونسيونيل كلها مواد مدعومه ما فيها الماء مدعوم الضوء مدعوم الفرينه مدعومه والحليب مدعوم والزبده مدعوم. يعني انا اليوم بالحق خي الدوله مسؤوليتها الكرواسون معناها ما تجيش تحب تاكل كرواسون حتى ب 5000 ب 10000 امورك لكن تاكله بسمو. اليوم ما غير تراسابيليتي ما غير رقمنا من غير ما يكون ثم منظومه نتاع معلوماتيه. تو نعطيك مثال الوحده نتاع اللي مسؤوله على صندوق التعويض. تو الناس الكل يتصوروا انه صندوق التعويض هو صندوق كبير ياسر وبلاص فيه 100,000 موظف الوغ هو اداره عامه وحده صغيره وعملنا صار فيها تدقيق والتدقيق صار من طرف الهيئه العليا لمراقبه المصاريف العموميه وعنده مشاكلها في المحاسبه وكذا والعدد نتاع العباد اللي فيها تقريبا ماهوش راهو ما يتجاوزش اصابع اليد الواحده وتتخدم الامور بطريقه ماهيش مراقبنا ماهيش بنظام معلومات معناها حديث واضح. عصري الى اخره. واضح بالله فيما يتعلق بالبناء الموس من يضمن انه يقعد السعر نتاعه ب 5000 وتقعد الكميه موجوده للسوق خلي الناس تاكل معناها الناس كل تاكل ما تصيرش معناها يتم ضخ الكميه وبعد فجاه بالنسبه لماده الموز اللي مش تبدا ان شاء الله غدا في الترويج نتاعها بالفضاءات المتعدده الاجنحه احنا كان اختيار من وزاره التجاره الفضاءات هذه باعتبار سهوله عمليه المراقبه وهذا واحنا مش نحاول نقوموا مش تتحدد الكميه اللي تتشرى قداش واحد يشري كميه ولا ياخذ اللي يحب
لا ما فماش برنامج تحديد شرائات، لكن نعاود نزيد على المستهلك زاد هو باش يعرف انا مش باش ندخل هو يشري 20 طيب كيلو. طيب هو في كام تراب الجمهوريه تقريبا الكيلو ب 5000 بنان؟ بالنسبه للمغازات اللي مش تكون متوفره عندها، خاطر عمليه التوزيع باش تبدا اليوم في الليل. أي. بالنسبه للمغازات مش تكون متوفره عندها، هذاك هو السعر اللي وقع تحديده. واه سي لطفي. نحب نختم بحاجه، كون راهو حلنا في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وانا سمعتك صديقي العزيز في الاقتصاد الاجتماعي التضامني سواء تعاضدات ولا شركات الاهليه، راهو يلزمنا نحن في مخاخنا التوانسه نقطعوا مع الاقتصاد الرايح. لازمنا نخموا كيفاش نمشي وحدنا نعملوا اقتصاد اجتماعي تضامني، نعملوا شركات اهليه، نعملوا باش نجموا نوقفوا النزيف هذا. علاش؟ حتى تو نشوفوا معناتها تو الدوله قداش بتقعد تركز في ماذا نقاط من المنتج المستهلك. عندنا 35 نقطه. 35 فيها 16 تابعه للديوان الاراضي الدوليه اللي تلقى فيها اسعار صراحه مقبوله، في 15 ولايه تلقى زاده منها واحده في شركه اللحوم، وانا نحب نحيي شركه اللحوم اللي قاعده تقوم في اي مبادره قاعده تحاول كيفاش توفر منتوج سواء في اللحوم الحمراء والا في الواحد للمستهلك، و18 تحت اشراف السيد الوليد. هنا كي نعملوا في الاقتصاد الاجتماعي التضامن نعمل شركات، علاش ما نعملوش بلاتفورم في الشركات الاهليه كما سوق الجملة؟ علاش ما بلاتفورم كاملة اللي من المنتج المستهلك هما بيدهم منتجين يعملوا شركة أهلية ويبيعوا هما؟ علاش يخلي الوسطاء تتعدد؟ فهمتني؟ وسط بالضبط كما منزل بوزلفة تتعدد الوسطاء، في عوض يبيع بدينار والمستهلك يشريه بأربع آلاف يبيع هو ب15% والمستهلك يشريه بألفين، الناس كل رابحة. وهنا زاد حتى في منظومة هو هامش الربح بتاعه يعلى شوي حتى في المنظومة. علاش انت منظومة تعطي فيها يدخلوا لها دخلاء في منظومة ويغلي، ما عملش هو لنتج لا زرع لا حصد لا قعد للشمس لا حد شيء، خذا منتوج عمل زوز ثلاثة اتصالات بالهاتف نتاعو طيح السعر طلع السعر وقعد مسيطر على الأسعار هذه. هذه كما سيطرت قبل مساحات تجارية كبرى على الأسعار وهيكلتها في هامش الربح الخلفي وهامش الربح الأمامي اللي يوصل 60-70%، بدأت توا ينقص، وإن شاء الله بالمبادرة التشريعية هنا نحيو هالخدمات التعاون التجاري، خاطر مش معقول أنت تربح قبل ما تشري، وهذا يلزم على وزارة التجارة التفكير فيه، وإن شاء الله بالمبادرة التشريعية نحفظ. شوف هو في تونس تقريبا ثم عدد المهربين الكبار أو البارونات اللي نسميهم ما يفوتش 30 تقريبا حسب دراسات موجودة عندنا تونسية روا. 30 هذوما ماهمش بطبيعة الحال يعيشوا في كوكب آخر معروفين وكل شيء. الناس هذوما من الكورونا رجع التالي ولا يخدموا لي برودوي سيفونسوني ولا يخدموا المواد المدعومة اللي تشرف عليها بالأساس وزارة التجارة. يلزم الناس هذوما يا يقع إدماجهم في القطاع المهيكل وإلا الناس هذوما بطبيعة الحال يتحاسبوا. شكرا لك، شكرا لك زويل يعطيك الصحة على حضورك معنا، شكرا لك سمولات، شكرا لك لطفي، شكرا لكم مشاهدينا، شهية طيبة وإن شاء الله صوم مقبول.